الحقيقه انا كيف قلت انا فان ديال فاطمه الزهراء ومعجب بزاف بالبروفيل ديالها. كنت انا صديق ديالي مروان حداوي ديجا خدمت معه اغنيه المعفره كلماتي ولحني وانا وياه ديجا اون كونتاكت. فكانت هي حضرت في الحفل ديال لونسمون الاغنيه ديالو، انا ما كنتش قدرت نحضر لكن شفتها غير في لي فوتو وكذا وكذا، وكنت بروبوزيت عليه الموضوع، قلت له زعما الفنانه فاطمه الزهراء الحرج واش تقدر مثلا تشارك معايا فيديو كليب، بحكم ان حتى هو شاركت معاه الممثله سانديا وكذا. قال لي انا نقترح عليها الموضوع ورد عليك، وكان الكونتاكت بيناتنا. اول حاجه فاش عيط لي انوار قال لي راه بغيتك تكوني معايا في واحد الكليب ديال الاغنيه ديالي، قلت له صافي ماشي مشكل، نقدر زعما نقدر ناخذ معاك التجربه، ولكن هاد التجربه نقدر ندخل معاك في التجربه، ولكن خاصني نسمع الاغنيه ونشوف ديك الساعه ونرد عليك. صافي صيفط لي الاغنيه، سمعتها جوج المرات باقا ناقل مع سمعتها، عيطت له ابري قلت له صافي نخدم معاك. صافي قبلت وا بيان سور ضروري، كون ما كنتش فخوره بهاد التجربه ما تلقينيش دابا جالسه قدامكم جالسه حدا هو وكنهضر على العمل وكنهضر على الكليب، يعني بهاد الحب فهمتي، راه كيف ما قال هو راه هذا العمل ديالنا حنا كاملين ماشي غير ديال هو بوحدو، راه تنحس به حتى ديالي، حتى انا كنحس بحال الكليب ديالي حتى انا، ماشي غير بحال الاغنيه ديالي كيف ما ديال هو ديالي حتى انا، دخلت معاه ودخلت معاه في كل شيء واش فهمتي، ماشي غير في التمثيل وصافي. بالعكس انا فرحانه وفخوره بانوار وسعيده بصداقه ديالو، وبالعكس عجبني الحال وكنتمنى نشتغل معاه مره اخرى ونقدروا كاع يكونوا عندنا بزاف ديال التجارب اخرى في الغناء، علاش لا. هو في الصراحه انا فاش مشيت لتطوان عند انوار حسيت براسي بحال وسط عائلتي، سورتو انني نديت معايا ما فامي، ديت معايا ماما وبابا وخويا، مشينا كاملين اون فامي وعائلته رحبوا بنا، وكنا مع بعضياتنا بحال شي عائله، جو عائلي، صورنا في جو عائلي، كنا كنخرجوا مجموعين، كنتغداو مجموعين، كنتعشاو مجموعين، المهم درت لو كليب ودوزت لي فاكونس سيجور فهمتي اون ميم طون، والحمد لله داز كل شيء مزيان، وصراحه كنت فرحانه بالاشتغال معاه والمعرفه ديالو. بصراحه ما غاديش نضيف اكثر على اللي قالته، هي كان جو اخوي عائلي، داز الجو زوين، خصوصا اني كان عندي مشهد تمثيلي مع فاطمه الزهراء وانا ماشي ممثل وهي ممثله كبيره، فكان عندي واحد شويه ديال التخوف شويه ستريس، ولكن هي ما حسستنيش بهذا الشيء نهائيا، فداز المشهد فواحد الحيويه كبيره فوالا. جديد الغناء ديالي هو اغنيه الورده، وحنا في البروموسيون ديالها. كاين جديد ديالي في الكلمات والالحان مع فاطمه الزهراء العروسي، غادي يخرج في هاد الايام هادي، وكاين بزاف ديال الاعمال لا الغنائيه ديالي ولا في الكتابه والتلحين مع بزاف ديال الفنانين، احنا في الاشتغال عليها. اولا فاطمه الزهراء صديقه ديالي واخت ديالي، وكنتمنى لها التوفيق، وهي ممثله رائعه بامتياز جدا، بيان سور ما ننساو الاكسبيريونس ديالها ديال رضات الوالده اللي كانت الماتنا كاملين، انا ممثله صاحبتها وكنت كنتفرج وكنبكي في المشاهد ديالها. الوغ بالنسبه لي فاطمه الزهراء سي غراند اكتريس سي فري، في الاكسبيريونس ديال هذا الكليب انا عارفه بانها غتكون زوينه، وكنتمنى لها كاع النجاح يا ربي من القلب ديالي. اوف كيتينا حبيبه ديالي مينوش، ولا كنقول الانوار مقدور وفاطمه الزهراء الحرج الف الف مبروك الاغنيه الجديده، ان شاء الله الله يكمل بالخير. انوار صديق واخ غالي، وسبق لي تعاملت معاه في لازال مكتوب اللي كانت هي من الحانه وكذلك من كلماته، ودابا ان شاء الله غادي يكون غادي تخرج اغنيه جديده، ما نقول لكمش العنوان، اللي غتخرج اغنيه جديده زوينه ان شاء الله، هي من كلماته والحان وتوزيعه. وفاطمه الزهراء بيان سور جات غزاله كوم دابيتود، كنتمنى لها كل التوفيق. كنقول فاطمه الزهراء فيليسيتاسيون، لو كليب زوين بزاف وطلعت غزاله تبارك الله، وكنتمنى لها مسيره موفقه، حيت انا فان ديال فاطمه الزهراء وكتعجبني وكيعجبني التمثيل ديالها، والله ييسر ليها ان شاء الله، والله ييسر الانوار حتى هو، وكنقول لها فيليسيتاسيون على ود الاغنيه الجديده. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.